La 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 la. هاي بابا هون على فكرة شافنا بس دار وشه ما له عين يطلع فيه. ليش بيهمه وضعنا كتير؟ رح يرجع بابا يعمل شي مشكلة هون اختي؟ لا حبيبي ما رح يعمل شي، انت لا تخاف. استنوني شوي هون جاي. ليش لوين رايحة؟ خلاص استنوني شوي انتو. قول السلام عليكم علي بيك. اهلين امي. شو عامل حالك مو شايفنا؟ انت على راسي بس اللي معك ليكونوا اللي معي مولادك يعني. انت بتعرف شو صار مبارح بالاول؟ شو صار؟ لك مبارح مو راحوا معي لبيت اخوك بسببك؟ ايه. شو ايه؟ اخوك كمال ونريمان سمعوهم اللي فيه النصيب وصاروا عيطوا عليهم وكل هالحركات مشان يطفشوها. خانقوا يعني؟ ايه. شو رايك؟ نيفين اللي كبرت راسها عليهم ولا مجد؟ ايه مو مهم، الولاد مالهم ذنب، بس ما خطر ببالك تسألني بالمرة. لك وين ناموا هدول الولاد مبارح ولا ما بيهمك؟ وين ناموا أمي؟ الله يوفقها ويرضى عليها سهيلة، ما تركت لك ولادك بنص الشارع، دخلتهم عبيتها من تم ساكت. منيح الله يوفقها، يعني لو ما كان يناموا. إخراس والله قلبك ما عاد فيه رحمة أنت. أمي خير؟ جميلة وصلتنا لهون، لو قبلت تتطلق ما صار اللي صار بالمرة وعرفنا نحلها، بس هي ما بتفهم. مو معقولة وقاحتك ها؟ كأنه مو انت السبب باللي صار. ما امي خلصنا بقى كرمال الله. ايه شو جاي تشوف جميلة؟ ايه بدي حاول اقنعها، بلكي بتشغل مخها وبتقبل بالطلاق لتطلع. ايه طالما هيك خلي الولاد يحاكوها، بلكي بترضى وبترتاح منك، وبعدين شوف شو بدك. بس مو هلا تعمل لنا مشاكل وبالذات قدام جميله. ماشي ما رح سوي شيء. تعا فنجاني ما بيخيب. شايفه هون في رجال ناعم واقف على شط البحر مستنيكي. لك شو هالحكي يا بنت، من ولا نعومه؟ العنزي بين مثل الدب واقف بنص الفنجان. مو شايفتي واضح مثل الشمس. اختي طبي فنجانك خلينا نشوف لك يا بخيلك. جميلة أكارسو. أيوة. أولادك ناطرينك. كلهم إجوا لعندي؟ عن جد؟ أي نعم. عثمان إجا معهم؟ جهزي حالك. خفتي جميلة؟ هي إجوا يشوفوكي. الله يخلي لك يلا جهزي حالك. حتى عثمان جاي معهم. يلا عقبال ما تروحي معهم. نرمين جيبي لي علب الغندره اللي عندك. على راسي يا معلمتي. تعي اقعدي هون، تعي تعي اقعدي لشلك ياها. تعي حلو يا عيني والله كثير حلو. هلا برابك يا عندي. يلا هلا بدي امك ووجعك. يلا حاضر يا جماعه خلونا نحط لنا شويه مكياج. ما شاء الله عليك والله كثير حلو. يلا 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 شعرنا بنطلع على السريع يا عيني. مرة بيوم شفت دبانة واقفة على الطاولة بالمطبخ تبعنا، فحطيت كاسة المي عليها وحبستها. عم بتفرج عليها وهي عم تحاول تلاقي طريقة لتطلع من الكاسة. وقت شفت أمي هون تذكرت هالموقف، عرفت قديش أمي عم بتعاني لتطلع وترجع لنا، وهالشي خلاني اندم على اللي عملته، لأني حسيت بحرية قلبها ومو طالع بإيدها تعمل شي. عثمان
أمي تعال عندي يا عمري. يا روح طمنوني. نحن منيح، لا تخافي. انت كيفك؟ انا منيحة، ما تخافوا علي، منيحة. امي كيف رجعتي المحبس؟ رجعوه لحالهم، ما بعرف ليش، واعتذروا وباسوا ايدي، بس ما فهمت ليش. مو مهم امي، بصير كتير وقليل وما بنعرف ليش، المهم هلا تكوني بخير وترجعي لنا. مو هيك اختي؟ ايه مزبوط. يا عمري انت كيفك يا روحي؟ كيف رح كون امي؟ منيحة وقت حالي. عم نشتاق لك كثير على فكرة. يا روحي وانا كمان عم بشتاق لكم. ايه مين مستلم امور البيت؟ لا تكركبوا البيت ها؟ خلوه مرتب ماشي؟ جميلة سأليهم بالاول اذا قاعدين بالبيت. شو عم تقولي امي؟ الوضع تكركب كثير بغيابك. خلصنا بقى تيتي؟ روحي يا لك على مين عم تضحكوا؟ في رأي تحكوا لامكم لحتى تعرف كيف بدها تتصرف. شوفي شو صاير معكن؟ أكيد في شي مصيبة. إذا ما حكيتوا لي شو صاير معكن ما رح سامحكن، فهمتوا؟ لكني فين أحكي بقى؟ نحن إيه؟ تركنا البيت وطلعنا. ليش؟ ليش تركتوا البيت كلكم؟ ليش طلعتوا من هنيك؟ لك احكوا لي بقى. إيلين مجد تركنا البيت امي لانه لك احكوا لي شو صاير معكم مشان الله لا تجننوني. شو الموضوع احكوا بقى. جميله الاولاد ما بدهم يحملوكي هم فوق همك، بس لازم تعرفي هلا اذا ما طلعتي رح يتشردوا لانه علي جاء تخانق معهم طفشوا من البيت، لهيك اخذتهم على بيت كمال. بس هنيك نريمان وكمال سمعون حكي وعيطوا عليهم مشان هيك ما تحملوا يضلوا عنده. ايه وين عم تناموا هلا لكان؟ ها؟ عم ننام عند خالي سهيلة. نمتوا عندها؟ ايه سهيلة منيحة. ايه الحمد لله. بس تروحوا لعندها بتسلموا لي عليها ماشي؟ ماشي. وبس اطلع ما بعرف شو بدي اعمل مشانها، بس أنا ما بعرف إمتى بطلع وبجوز موت. ماما ماما أمي 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 خلاص ماما ماما أمي مشان الله أمي قومي هلا لك حدا يجي ساعدوها. ماما يا عالم يا ناس حدا يساعدنا. أمي قومي مشان الله ساعدوا أمي. يا ماما أمي علينا ساعديها مشان الله. أمي شيليها من على الأرض. أمي اصحي شوي يا رب ان شاء الله ساعدوها. امي امي قومي مشان الله. امي 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 ردي علي. امي دخيلك امي اسلموا ايديكم. يلا شوي نسوان لا تخافوا بس دخت شوي. امي
امي انت منيحة؟ يلا يا اولاد يلا، انتوا استنوني برا لاشوف امكم شوي. يلا يا روحي يلا، وخذوا عثمان معكم.